الداخل منا معقدة، بالعكس كتير بسيطة. الشاشة بالوسط لا تقدر تتحكم فيها بالراديو، لا جهاز التكييف، نظام الملاحة، وعدة اشياء كمان، تليفون الى اخره. بالوسط عنا شاشة كمان LED تعطيك عدادات السرعة وبتعطيك دورات المحرك مع عداد البنزين والحرارة. اكيد تتوفر مكلارن 570S كوبي بعدة اختيارات من الداخل، او بتوفر مكلارن لسيارتها الجديدة عدة اختيارات من الداخل، اما بتاخدها مريحة مع كراسي عادية من جلد، او بتاخدها رياضية بتيجي عليها كراسي الرياضية يعني ما فيك تحرك الظهر فيها، بس بتقرب وبترجع الكرسي. الياف كربونية بتبقى طاغية على المكسورة، المخمل الكانترا كمان موجود، وكبسات تبديل الجير بتيجي اكبر بالالياف الكربونية كمان. بالوسط زر تشغيل المحرك واطفاء المحرك نفس الوقت. في عنا كبستين موجودين كمان لحتى تتحكم بانظمة التعليق، تحطهم على العادة او سبور او رياضية على الحلبة. بتقدر تتحكم كمان بمنع الانزلاء اذا فيك تطفيه كليا او نصفي. والزر الثاني على اليمين تتحكم فيه بغيارات الجير يلي هن تحطهم كمان رياضية او للحلبة، او حتى فيك تحولهم لجير عادي. بالرغم انه المطر ما توقف ابدا خلال هالثلاث ايام اللي قضيناهم بالبرتغال مع مكلارن، الا انه طرقات الرطبة ما منعتني اتمتع فيها لهالسيارة الرائعة. 570 حصان عم بيصرخوا على طرقات البرتغال بفارو، اسمعوا احلى صوت، اسمعوا ملا صوت، اسمعوا صوت العوادم وصوت المحرك. تجاوب تبع الجير رائع، تجاوب تبع المحرك مع شاحن التيربو ولا احلى من هيك. الفرامل، اجهزة التعليق، ما معقول، كل شيء نعمل بطريقة سحرية بهالسيارة. ما تنسوا عم نسوق على طرقات رطبة، المطر ما عم بيتوقف، والتماسك بالسيارة ولا أروع، والصوت أحلى. ما معقول. عم تفرق فرق السيارة على الماي، بس عن جد عن جد صوت ولا أروع.
نهاية المشوار الحلو مع مكلارين أكيد كان إلي الشرف أمرق على شارع إيرتون سينا الأسطورة سائق الفورمولا 1 البرازيلي يلي كل العالم بتحبه، وأنا واقف هون قدام الفيلا يلي عايش فيها.